راح نشهد بالايام القليله القادمه او بالشهر القادم بالشهرين القادمين اقاله مجموعه من المحافظين بعد تقييم ادائهم من قبل مجلس النواب والاتفاق على النقاط. هناك خلل اداري، هناك من يتصرف بنعرات طائفيه، شخصتوا الخلل والامراض الاداريه اللي كانت، هل ستتم لو الوضع السياسي لا يحتمل؟ يعني انت تعرف حضرتك الوضع السياسي حاضر، انا اقولها دائما، يعني بس هو هذا الهوى اللي يشتمه المواطن ما تدخل به السياسه. احنا الواقع السياسي حاضر في كل جنبه من الجوانب هذه ماشي. بس اكو قضيه ثانيه، الان موازنه، الان مشاريع، الان اكو عمل على ارض الواقع، بدا المواطن يشعر انه اكو احد جاي يعمل لخدمته، جاي يصير طريق جاي يتوسع. مثلا بس هذا ما يتطلب على مجلس النواب ان يختار شخصيات حتى لا يفشلوا مشروعهم الوطني حسب ما يقول اي عضو من مجلس النواب يكون حاضر هنا. يقول اليوم الاداء، الخلاف على الموازنه خلاف مهني، خلاف على مصالح المصلحه العامه، مو خلاف سياسي وغيرها. التطبيق لهذا الكلام مو المفروض يتطلب وجود شخصيه اداريه لا تتعامل بنعرات طائفيه وهي تتقن فن الاداره؟ منطق صحيح وسليم فعلا. اذا لماذا لا يقيل مجلس النواب مجموعه من المحافظين بعد ما اشر الخلل؟ مجلس النواب احنا منو اللي يجيب لنا الاقاله؟ الحكومه التنفيذيه. هسه الان من المسؤول عن المحافظين كسلطه تنفيذيه عليا؟ السيد رئيس الوزراء. زين، احنا قبل فتره تعرف حضرتك كانت اقاله لمحافظ الديوانيه. اي من وصل الى مجلس النواب بعد ما جمعوا كل الادله وكل الوقائع والى اخره، ملف يصير اطروحه. فمن وصل الى مجلس النواب طرح هذا الموضوع وقال الرجل في وقته وتم. هاي العمليه راح تتكرر حتى اغادر هذا الملف؟ راح تتكرر بالايام القادمه؟ ما اعتقد. ما تعتقدين؟